عند قراءتي للقرآن الكريم يقع مني أحيانا بعض الأخطاء، فهل أكون آثما؟ إذا لم تتعمديها فلا إثم عليك، ولكن عليك بمحاولة إصلاحها ومحاولة معرفة القراءة الصحيحة. أما إذا كان هذا هو منتهى استطاعتك فلا حرج عليك. قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتسعسع فيه فهو عليه شاق له أجران. إذا كان هذا هو منتهى استطاعتك لك في هذا الأجر الكبير إن شاء الله، ولكن عليك بمحاولة إصلاح القراءة مهما أنت لذلك.